واحد الانسان اللي بغى يوصل ولدو خصو التضحيه. شنو التضحيه اللي درتيها الحاج دريس؟ بزاف د الحوايج بحال اش؟ بحال ما نقدرش نقول لك. بحال كان كيمشي معايا لاصال وكانوا كيقول لي خصنا نديروا التراكسيون 10 د المرات، ولكن كان ضايف شي شويه كندير 7 ولا 6، ولكن هو من بعيد وكيحسب. اوه هذيك الليله ما كنعش، ما درتيش 10 وادير 10 ولا. ولكن سي دريس راه من قبيله هو تيشكر فيك، ما تيش كتسمع بينا فيها، راه مرضي الوالدين. داك الشر راه قال لي ماشي مع الوالدين. نعم. ما عندناش كلها. طيب نمشيو الا سمحتوا الحاج دريس. طيب اكثر من الجهد. نعم. شحال تكون كانوا الشباب المغربي يكون لك بحال هذا؟ والله يخلي عليك. غادي نمشيو نشوفوا جديد البرامج المباشره على القناه الرياضيه، او قبل من ذلك غادي نسترجعوا بعض اقوى اللحظات من مشوار ديالك طريق. نعم، اقوى لحظات ديال بدر هاري، ونشوفوا ديكا ونشوفوا شي حويجات زوينين نتابع. بدر جولدن بوي بدر هاري ان اوردر فيري كانينج ستراتيجي ار بدر's hands mighty enough to smite this Dutch Goliath once and for all. This battle is bitter, but see who gets the world title treat right now. Ladies and gentlemen, his opponent, fighting out of the red corner, representing Morocco, please welcome Bader Hari. غادي دير ليا بحال هذاك السي الخار من داك الشيء وين لا وكان ملي يدير لك هذا الشيء تكون بوحدك لا انا معايا ولا معاك في الدور انا في الدور بدر شفنا واحد سمعنا واحد الموسيقى وهي الموسيقى دائما باش كتبدا لي كومبا ديالك كيفاش جات ديك الموسيقى هذاك واحد الدري مغربي كيتسمى ابا وكيغني الراب في هولندا ولكن الراب ديالو صعيب شي شويه السياسه فيها ديال السياسه ديال هولندا ولا ديال هنا ديال هولندا ديال هولندا جا زعما المغاربه كي زعما محقورين في برا وداك الشيء نعم وتعرفنا بحال هكا وعجبني المينتاليتي ديالي جلست مع واحد شويه قال لي رانا انا عاود على قصته وعطاني شي موسيقى قلت له شنو دير قلت له هادشي اللي كدير انت زعما مزيان انت جا واحد النهار قال لي عندي واحد الحاجه لك هز لي واحد السيدي قال لي هاك تصنط خشيته وقلت هذه هي الموسيقى اللي ندخلوا بها من الغدا هي اللي بديتي كتلعب بها هي اللي دابا فيها فزتي بمجموعه من الجوائز يعني كيف ما قلت 18 ديال ليكا ومجموعه من الالقاب 3 المرات باطا ديال ايت شور تايم لكن شنو هي اغلى جائزه ربحتيها في المشوار ديالك الاحترافي
اغلى جائزه زادني غير هذه اليامات هي هذه اللي عندي معايا هنايا. هذه رساله جاتني من عند سيدنا زعمك وشنو الاحساس ديالك انت ملي توصلتي بالرساله ديال سيدنا الله ينصره؟ كاين شي حاجه اكثر من داكشي اللي انايا في الكاريير ديالي ديال الرياضه، حيت منين استعرف بيا هو فحال 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 استعرف بيا الشعب، فهمتيني؟ ومنين ترحب بيا راه شي حاجه زعماك وفعلا ديال المسؤوليه تقالت عليك اليوم يا بدر. لا ماشي مسؤوليه اللي تقالت، ولكن الموتيفاسيون زاد كثر. زاد كثر نعم. دابا اللي غادي نوقف معاه هذا الاول. طارق اللي جاي كيتريني فيه. لا احنا وريتو فين غادي نتلاقاو. لا ولكن راه شفتي الكومبا مع رحيلو. شتا مع رحيلو حميتو انت ولاد حومتك. انا ولاد عارفك. بدر السي الحاج غادي نمشيو نشوفو جديد النقل المباشر على قناه الرياضيه رفقه غزلان السلامي. مساء الخير غزلان. مساء الخير سمير، مساء الخير هدى، طريق الجمهور، بدر هاري الوالد ديالهم. ابو غزلان، البطوله الوطنيه حبسات، اشنو كاين مازال؟ البطوله الوطنيه حبسات ولكن المباشر ما حبسش في قناه الرياضيه، يعني المباشر الاول في كره الطائره نصف نهائي ذهاب اللي جمعت يعني المباراه الاولى جمعت بين النادي المكناسي والنادي المكناسي واتحاد الرياضي، وعرفت فوز النادي المكناسي. هنا مباراه ثانيه جمعت بين الفتح الرباطي يعني حامل لقب السنه الماضيه في الزواجيه في البطوله وكاس العرش، اللي فاز البطولة في المباراة ديالو على الاتحاد طنجة. هذا فيما يخص كرة الطائرة. كاين كذلك يعني جائزة كأس الاتحاد محمد السادس للملاكمة في النسخة ديالها الرابعة اللي جرت في مدينة مراكش من 17 ل 22 ماي، وعرفت فوز المنتخب المغربي. هذا الكأس اللي عرفت مشاركة 140 ملاكم من مختلف البلدان الأوروبية والعربية، وكيف قلت عرفت تتويج المنتخب الوطني حرف ألف بثلاثة الميداليات الذهبية، خمسة فضيات ونحاسية. المرتبة الثانية رجعت المنتخب الوطني حرف باء. يعني هذه المناسبة كذلك عرفت مشاركة القفاز النزوي اللي يحتل الصف الثالث، اللاعبتين المغربيتين احتلت الصف الثالث بعد كل من روسيا وفرنسا. هذا الكأس كذلك عرفت الحضور ديال البطل العالمي بدر هاري الحاضر معنا هنا، وكذلك التتويج ديالو يعني كنشاهدوا هنا تتويج البدر هاري في هذا الكاس. بدر يعني شفتي كنتي حاضر وشفتي هذا الكاس محمد السادس للبوكس، كيفاش جات الاجواء، كيفاش كان المستوى ديالك؟ وي داز زوين. كي اورغانيزيو داك الشيء عجبني، فهمتيني؟ الدراري اللي لعبوا كاملين الحماس، كاملين داخلين باش يربحوا، رجعني لواحد الوقت اللي انا مازال كنت في المستوى ديالهم، وزعما مازال كنت كنتمنى الحوايج اللي مازال اللي كنتمنى زعما داكشي داز. ولكن كيفاش جاك المستوى ديال الملاكم المغاربه لي بوكسور؟ مازال شويه الخدمه ياك. خصني نجيك نيشان مستوى ضعيفه شويه ياك. وي حيت ما بقاتش غير في لي بوكس تكنيك، بقات حتى في لا فيسيك، ولكن داكشي كامل الامكانيات هما اللي كيديروا هادشي. ولكن بحال الدورات وبحال دورات اخرى غادي تخلي لي بوكسور يتزادوا لقدام. فحال هادشي بحال هاد الايفونمون اللي كيدوزوا بحال هكا، مزيانين الايفولاسيون للرياضه ومزيانين للدراري، فهمتيني؟ يشاهدوا يشاركوا ويزيدوا قدام بيناتهم يتعلموا، زعما كيطلعوا راسهم لنيفو اخر، ولكن حنا مازال ما عطيناش شويه. يزيدوا شويه ديال التشجيعات. ضروري. وشويه ديال الماده ياك والامكانيات. هي التشجيع. هي التشجيع. بدر هاري عزيز علي التنس قناة الرياضية يعني من اليوم على الساعة 9 ود الأسبوعين كامل غتنقل يعني لا بخومي غيطاب لي كغون سلام رولون كاروس، كنعرفوا الدوري كنعرف مشاركة الرياضية تينتي. بالفعل على الرياضية تينتي على الساعة